إفصاح. إفصاح هي بوابة إلكترونية توفرها السوق المالية السعودية تداول للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم لنشر المعلومات المالية وغير المالية التي تتطلبها اللوائح والتعليمات، وذلك عبر نماذج وجداول إلكترونية موحدة مرنة ومتعددة الاستخدام وداعمة للغتين العربية والإنجليزية. ويعتمد نظام إفصاح في تطبيقاته وأدواته على لغة تقارير الأعمال المرنة XBRL. ما هي لغة XBRL؟ هي لغة برمجة مرنة لوصف البيانات المالية ونشرها إلكترونياً، حيث تعتمد هذه اللغة بشكل أساسي على ربط المحتوى المحاسبي والإفصاحات بعلامات ورموز تعرف كل عنصر، ليسهل استخدامها وتحليلها من قبل المستثمرين ومحلل السوق والجهات ذات العلاقة. وتعتمد هذه اللغة على قاموس مصطلحات أو تاكسونومي، وهو يصنف البيانات حسب المعايير المحاسبية المعتمدة والمتطلبات، ليسهل على المستخدم مقارنة أداء شركات كل قطاع في السوق. وتوفر لغة البرمجة هذه فوائد كبيرة في إعداد ونقل وتبادل المعلومات بطرق سهلة لجميع المستخدمين. وبالإضافة إلى المستندات المصورة PDF، يستطيع المستخدم الحصول على ملفات مفتوحة وقابلة للقراءة والتحليل إلكترونياً. نشكر لكم مشاهدتكم لهذه المادة، ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عن طريق وسائل الاتصال الظاهرة على الشاشة.